الدم. السلام عليكم جماعة تاع احبابنا. قال كي باش نهد الدودة هاني كي هاي الدودة راهي هنايا هاي الطريقة تدخل للدار باش نعاودها لكم. هاكي باش تقدم قدم لي حنايا باش يشوفوا مليح الدار. تدخل تهز البالا تدكها مليح وتلقى الدودة اللي هنايا على طول تحطها اللي هنايا. هاي لك هاي لك الدودة قدم لي قدم لي هنا باش تشوفها مليح. شوف هاي الدودة كيفاش تلقاها خالتي. ها الله يبارك. ها ها حطها في طاحن التقشير هذا وراك تصفي بشوية راك تصفي بشوية. هاي لك الدودة الله يبارك. هاي تنحيها قاعد تحطها هنايا تغسلها بالماء تجوتها البحر ومن بعد تروح ان شاء الله تصيد. ونتمنى لكم ان شاء الله حظ موفق. هذا وين جاي معايا صاحبي رمضان الله يباركها ويدير لك الفيديو. هاتين هنا شوية دودة الله يبارك. دوك نجيب لكم بالا ونجي. دوك نروح نجيب لكم بالا ونجي. مخش بازنك مخش بالبلا هذه الله يبارك. ثم ماشي ظلوا رايحين وجايين ثم تبعد هذا الفيديو بلا تروحوا في الماء دير بيكم الليل تقعد في الماء تغسلها تحوسوا. هذا واش نزلت؟ هاي لكم ديد الله يبارك. هاي كي تغسلوا هاي تبان مليح. اسمع شوف هذه لا في مال كبيره بصح ما ديوهاش لا في مال رجعوها مخشبة الله يبارك. هذا سمعتي وشنو؟ ورا لا في مال هذه ولا في مال عندها شعر لا في مال جا عندها شعر هاك ما تديوهاش لا في مال. هذه لا في مال رجعوها قدم لي هنا الماء باش كي نغسل تبان. ها شوفوا كي تغسل تبان الماء تبان مليح. هاي لكم جديد يا جماعة. ها يا جماعة الله يبارك فيكم. ودكوا هنايا في المزود وخدم. هاي جيب هاي رجع هاي رجع قول لي خلينا عند ماما وبابا نقول لها لا ما ربنا ان شاء الله مع هذا نضحكوا برك وان شاء الله تكونوا استفدتم. وهاي الطريقه من بعدها هنا تجمعوها من بعد نحن جاسمها وتشكروا على ربي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وخدم سناتي تجوا كي تسمع عمي السعيد نسيت عمي السعيد مع جماعه كلام مع جماعه هادي في زهيرة ما كاينش نهار كلام معايا هنا يا زهيرة روح نقلعو روح. يا جماعة كاع حضرنا كاع كامل كارير جماعة جابر كاع كاع السلام عليكم كاع ويونس صح يونس يا يونس بالك ما تجيش معايا الله يبارك سلام. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.